لحظات يختم على الشوط المفتوحة، ومن بعد هذا الشوط ننتقل إلى مرحلة الإنتاج والمنتجين والأربعة الأشواط الأخرى. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع صدارة هذا الشوط وشاهين لراشد بن مايد بن سعيد المسافري هنا على الصدارة وعلى المركز الأول. الحاي يقدم لنا شاهين على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني، وهنا بن عفرة قادم في هذه اللحظات مع النشمي. هنا راشد بن محمد بن سيف بن عفرة المطيوعي من يأتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث والمنطلق من الجانب الآخر، سراح شاهين بخلفان بن راشد المزروعي الصقار. هنا يقدم لنا سراح بهذا الانطلاق المميز الجميل ويأتينا هذه اللحظات. هنا مرزام لسعيد بن سيف بن عبيد بن كنيدة الفلاسي، والقدوم من قبل الفارس محمد بن حميد بن سلطان بالكديدة وجنجال وصل لحمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة من يأتينا بجنجال بهذه الانطلاقة. أما المركز السابع، المركز السابع الأسد حمدان بن محمد بن عبيد المزروعي يصل هنا في هذه اللحظات بعقر بهذا الأداء المميز الجميل. ومن الجانب الآخر الفايز هنا لفرج بن سالم بن حفيظ المري المنطلق. هذه التحديات الجميلة والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. وهنا القادم لبحيري لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري وعاشر المراكز يأتي هنا في هذه اللحظات. معزم للسيد عتيق بن مطر بن حسن لقبيسي من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة في هذا التحدي. نعود إلى الصدارة، نعود إلى شاهين المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول. راشد بن مايد بن سعيد المسافري المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. النشمي في المركز الثاني، راشد بن محمد بن سيف بن عفرة المطيوعي من ينطلق على المركز الثاني في هذه اللحظات. وفي المركز الثالث جنجال حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع يأتي مرزام لسعيد بن سيف بن عبيد بن كنيدة الفلاسي، وهناك الفارس لمحمد بن حميد بن سلطان بالكديدة من الجانب الآخر. خامسا وفي المركز السادس سراع شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي يقدم لنا هنا أيضا شعار الصقار، يقدم لنا سراح في هذا الأداء المميز الجميل. المركز السابع لبحيري على المركز السابع لسعيد بن حمد بن سلطان المنصوري من يأتينا على المركز السابع. وفي المركز الثامن، المركز الثامن هنا في هذه اللحظات يأتينا الفائز لفرج بن سالم بن حفيظ المري على المركز الثامن. المركز الثامن. وفي المركز التاسع، المركز التاسع يأتي الأسد حمدان بن محمد بن عبيد وعقر المزروعي المنطلق في هذه اللحظات هنا. المركز العاشر ويأتينا على المركز العاشر الشامخ العلي بن سالم بن مبارك الربيعي المنصوري على المركز العاشر.
نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى شاهين المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة، القادم من رأس الخيمة للمشاركة على أرضية هذا الميدان من ميدان السوان. هنا ميدان هذا الانطلاق راشد بن ماهد بن سعيد المسافري يأتينا على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ركز يا الحاي، ركز يا الحاي راشد على هذا الأداء الذي قدمه هنا شاهين، وهو في الصدارة وفي المقدمة وفي المركز الأول. النشمي في المركز الثاني، النشمي لأصغر مالك يشاركنا هنا على أرضية هذا الميدان، راشد بن محمد بن سيف بن عفرة المطيوعي من يأتينا على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث، المركز الثالث جنجال حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع هنا مرزام لسعيد بن سيف بن عبيد بالكديدة من يأتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس الفارس لمحمد بن حميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي من يأتينا على المركز الخامس. وفي المركز السادس سراح من يأتينا على المركز السادس هنا لشاهين مخلفان بن راشد المزروعي من ينطلق على المركز السادس. وفي المركز السابع، المركز السابع الفايز فري بن سالم بن حفيظ المري من يأتينا على المركز السابع. وفي المركز الثامن الشامخ العلي بن سالم بن مبارك الربيعي المنصوري من يأتينا على المركز الثامن. وفي المركز التاسع البحيري المنطلق تاسعا لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري. وعلى المركز العاشر الأسد يأتينا لحمدان بن محمد بن عبيد وعقر المزروعي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك في هذا الانطلاق شاهين، شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة، لا زال مسيطر على زمام الأمور. راشد بن مايد بن سعيد المسافري المنطلق على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هذا الانطلاق المميز الجميل، النشمي على المركز الثاني، النشمي على المركز الثاني، راشد بن محمد بن سيف بن عفرة المطيوعي من يأتينا على ثاني المراكز. ووصل الفايز، وصل الفايز، يبغي الفوز، يبغي الناموس، يبغي التحدي لسيد فرج بن سالم بن حفيظ المري من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع جنجال، على المركز الرابع جنجال لحمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة. وهنا الشامخ القادم لعلي بن سالم بن مبارك الربيعي المنصوري. ووصل هنا أيضا الفارس قادم محمد بن حميد بن سلطان بالكديدة من يأتينا على المركز السادس. المركز السابع يأتي لمرزام سعيد بن سيف بن عبيد بالكديدة. ووصل الأسد، بدأ يكشر عن أنيابه الأسد، الأسد لحمدان بن محمد بن عبيد بو عقر المزروعي قادم أيضا يتسلل من مركز إلى مركز. ولكن الصدارة، الصدارة مع شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على صدارة ومركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق
المميز الجميل راشد بن مايد بن سعيد المسافري من ينطلق على صدارة على المقدمة. النشمي في المركز الثاني، النشمي في المركز الثاني راشد بن محمد بن سيب بن عفرة المطيوعي، وفي المركز الثالث الفايز لسيد فرج بن سالم بن حفيظ المري. وهنا الشامخ 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 علي بن سالم بن مبارك الربيعي المنصوري، والأسد الأسد الأسد يتسلل من مركز إلى مركز. الأسود في هذه اللحظات الأسد الحمدان بن محمد بن عبيد أبو عقر المزروعي من يأتينا بهذا الانطلاق والتحدي، ولكن شاهين شاهين الصامد على صدارة، شاهين الصامد على المقدمة مع الثمانمية متر الأخيرة. اصمد يا الحاي اصمد اصمد على هذا الأداء لشاهين، ولكن الأسود الأسد الأسد قادم بكل قوة. الأسد الأسد وقلنا كشر عن أنيابه وعينه على صدارة، عينا على المقدمة، عينا على الفوز، عينا على الناموس. والسلام لأهالي العاصمة أبو ظبي ولأهالي المنطقة الغربية على هذا الأداء للأسد من ينطلق على صدارة. ولكن الشامخ 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 علي بن سالم بن مبارك الربيعي المنصوري أهالي بن يوس، الله التحدي التحدي ثنائي التحدي ثنائي، الأسد والشامخ الأسد والشامخ الشامخ والأسد، الشامخ يتسلل يا سلام. الله ابن اهالي بن ياس اهالي بن يوس، يا سلام لكل الناس اهالي بن ياس يتسلل هنا الشامخ الى الصدارة الى المقدمة الى المركز الاول وصدارة هذا الشوط. هنا تهانينا العلي بن سالم بن مبارك الربيعي المنصوري على فوز الشامخ بالمركز الاول. المركز الثاني وصل الاسد لحمدان بن محمد بن عبيد بعقر المزروعي، واتانا الفاس حمد بن حمير بن سلطان الكديدة جال حمد بن سالم بن سعيد بن حلوقة. وهناك شاهين لراشد بن مايد بن سعيد المسافري على المركز الخامس. ونعود إلى التوقيت الزمني. هنا مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني 3 دقيقة 27 ثانية جزئين من الثانية. التوقيت الزمني الذي سجل الشامخ العلي بن سالم بن مبارك الربيعي المنصوري وسلم على هالي بن ياس وهالي الوثبة، بينما المركز الثاني 13 دقيقة 28 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية. التوقيت الزمني الذي سجل الأسد حمدان بن محمد بن عبيد بوعقر المزروعي، بينما المركز الثالث كان من نصيب الفارس محمد بن حميد بن سلطان بن كديدة قاطع المسافة في 3 دقيقة 30 ثانية 4 من الأجزاء من الثانية. هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، شوط ينطلق في هذه اللحظات، لكن شوط مختلف تماما عن كل الأشواط، هو شوط خاص بأشواط الانتاج في انطلاقات هذا اليوم بالنسبة لسن الكبار من الحول المحليات الأصايل، حيث انطلق هذا الشوط ليعلن عن تواجد هذه الأسماء وتحديات هذه الأسماء التي أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام. هكذا ومنذ لحظات أعطت إشارة البدء لانطلاق شوطنا الرابع.